لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صل إلى الطف وابك خير رجال نصروا صبت أحمد خير آلي. مدعاه من الجهاد حسين سارعوا كالأسود عند النزال. فترى الفرد منهم لا يبالي بسهام تصيبه أو نبال. اتخذت غابة القنا فترى تحطم الجيش بالسيوف سقال. تاجر الله بالوفاء فأوفوا. صدقوا في مقالهم والفعال. نصروا صبت أحمد فتهاووا. كبدور السماء فوق الرمال. شكر الله سعيهم من رجال أرخصوا دون نفسه كل غالي. كحبيب ومسلم وزهير وبرير وعابس وهلال وبني أحمد وآل عقيل وبني المجتبى زكي الفعال. وقف بوسكن صاح يا صناديد الحرام. العشيرة من يقعد
قدم لي جوادي هون عليكم وحدتي يا قرة العين ألوى مصيبة وحسينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه الآية الكريمة من سورة النساء، فسورة النساء هي فيها عدد كثير من الأحكام التي ترتبط بالمرأة والتي ترفع بها شأن المرأة وكرامة المرأة. ومن بين هذه الآيات هي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يقول المؤرخون سبب نزول هذه الآية المباركة بأن رجلا يقال له عبد القيس بن الصرد الأنصاري توفي فترك زوجة وولدا، ولكن لم تكن الزوجة تلك أم الولد، يعني هي زوجة أبيه، فترك زوجة وولدا. وكان سابقا في عرفه السائل آنذاك أنه إذا مات الأب وضع الورثة أيديهم على أمواله، ومن جملة ما يوضع هو عبارة عن النساء. فهذا لما مات أبوه هذا الولد وهو اسمه قيس، أبوه يقال له عبد القيس والأبو اسمه قيس، جاء ووضع رداءه على زوجة أبيه حتى يرثها. وسابقا عندهم حتى إذا هذا الولد إذا لم يكن ابنها المباشر، إذا وضع رداءه أو سبق رداءه ووضع عليها فيرثها وله حق أن يتزوجها، وإن كانت زوجة أبيه وبدون مهر، وأيضا يستطيع أن يوهبها لمن يشاء. إذا استغنى عنها يأخذ جزءا من المال. فجاءت هذه المرأة زوجة الأب إلى النبي صلى الله عليه وآله تخبره بالأمر، قالت: يا رسول الله، لقد أخذ المال ووضع رداءه علي ليرثني، فهل هذا صحيح؟ فنزلت هذه الآية تمديدا لهذا الحكم الجاهلي، والذي بقيت بعض يعني بقيت بعض آثاره في عهد الإسلام بما يتعلق بموقف المرأة، بموقف المجتمع من تلك المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: انتظروا أمر الله عز وجل. ألا أنتظر أمر الله عز وجل؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء
كرها. طبعا لو كان عن اختيارها يجوز، لا، انما قالت الايه كرها باعتبار الغالب انا اقول عمليه الاكرام، والا حتى لو عن اختيار فان المراه ليست متاعا وليست مالا حتى تكون ارثا. فعلى كل حال، فاذا الايه منعت ذلك، لان اي انسان انذاك طبعا والاعمال التي صنعت قبل نزول الايه، لو فرضنا ان انسان مات ابوه وتزوج زوجه ابيه قبل نزول هذه الايه، هل يكون ابن حرام او ابن شبهه؟ طبعا الاسلام اقر تلك ما الاسلام يجبهما قبل، فنزلت هذه الايه فحرمت ذلك، هذا النوع من الفعل الجاهلي، هذا الامر الاول الذي يحرمه الاسلام. الامر الثاني وعبارة قالت الآية ولا تعضلوهن. ما معنى العاضل؟ العاضل أنت لما تقول إنسان عنده عضلة، العضلة يعني شيء عنده شديد، تقول عضل عليه الأمر، يعني صعب عليه الأمر، أمر عضال يعني أمر شديد. فهنا من المقصود بالعضل؟ العضل ينقسم الى قسمين، العضل النوع الاول من العضل هو عباره عن منع الفتاه من الزواج من الكفو، هذا يعتبر نقول من دون تسوق شرعي، هذا يعتبر بانه عضل. احيانا يتقدم الزوج الكفو فيمنع الولي ولي الامر، هذا يعتبر عاضل. النوع الثاني طبعا احيانا يكون مسوق شرعي واحيانا مسوق الشرعي غير مسوق الشرعي، مثلا يتقدم واحد غير كفو فيمنع هذا مسوق شرعي، لكن غير مسوق الشرعي ان يتقدم الكفو فيمنع، هذا يعبر عنه عاضل. لكن هل هو المقصود في هذه الآية ولا تعظموهن بهذا الأمر؟ لا، المقصود من هذه ولا تعظموهن هو عقل الزوج لزوجته، يعني كراهية من الزوج لزوجته يضيق عليها يحبسها في سبيل أن تبتدي نفسها، يقولون هو عضل كراهية من الزوج وأن يبدل فيه المهر بقدر المهر، أكثر من المهر أقل من المهر، فتفتدي نفسها. ولهذا نحن عندنا الطلاق ينقسم إلى قسمين، الطلاق الاعتيادي والطلاق الخلعي. الطلاق الخلعي هو بكراهية من الزوج لزوجته يعضلها يضيق عليها يمنعها من بعض حقوقها حتى تفتدي نفسها تبدل له المهر، ومن جانب يتخلص ومن جانب يربح من المال. الآية نهت عنها قالت ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا ممنوع، لا يصح أن تعضلوا الزوج. طبعا هذا نفس خبيث، هذا نفس خبيث، نفس الخبيث موجود عند كثير من الناس، كثير من الناس نفوسهم مجبولة على اللوم، يقول بلدة طيبة ورب غفور، يقول من جانب انا اطلب من جانب اربح من
المال هذا غفل بأن الله بأن الله الظالمين بالمرصاد. الله سبحانه وتعالى لا يفوته ظلم ظالم، ولهذا ورد في الحديث ثلاثة لا يفوت المرء حتى يصيب وباله ثلاثة، هؤلاء لا ثلاثة لا يموت المرء منهم حتى يصيبهم وبال. ما هم؟ قال من جملتهم الظلم، يعني هذا الذي يأخذ المال ربما يصيبه الوبال من حيث لا يدري فلا ينتفع بذلك المال الذي أخذه ظلما، وتلك عصى الله يضرب بها الظالمين. إذن هو هذا ممنوع، قالت الآية ولا تعذلوهن. ولهذا حدثت قضية أنه تقدم رجل لامرأة كانت ورثت مالا من أبيها، وأيضا كانت تعمل، ولكن تأخر عنها سن الزواج فتزوجها رجل من هذا النوع. فكان في بداية الأمر كان حسنا معها، ولكن بدأ يظهر على حقيقته، وإذا بهذا الرجل يبدي معاملة سيئة، يعني وإذا به يكشر عن أنيابه، بعد لا صلاة ولا غير ذلك، يرتكب الحرام ويبدأ بإيذائها وشتمها وإهانتها وسوء المعاملة معها. قالت له يا متعجبة، ما الذي تحدث؟ ما الذي تغير؟ قال لها هذه طريقتي في الحياة، فإن شئت الاستمرار وإلا فلا. قالت إذا طلقني. قال لها بشرط أن تبدلي لي المال، أن تبدلي المال. طبعا هذا يعتبر عظم، وهذا يعتبر ظلم، والله سبحانه وتعالى لا يفوته ظلم ظالم. إذن قالت ولا تعذلوهن، عرفنا أن العظم المقصود به يضيق عليها، يحبسها في سبيل أن تفتدي نفسها بالمهر بمقدار أو أكثر. لكن القرآن يستثني، قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة هي المعصية التي تشكل عارا اجتماعيا، يقال لها مبينة لأنها تبين حقيقة مرتكبيها. وقد ورد أن المقصود بها الزنا والعياذ، يعني إذا هذه المرأة مكنت من فراش زوجها غيرا، وهذه المرأة أقدمت على هذا العمل وهي متزوجة ورجلها يشبع غريزتها رغبتها وهي مستورة، ولكن الشيطان لعب بعقلها، ربما شياطين الإنس، فارتكبت هذه المعصية. وهذه جريمة الزنا، ليست جريمة سهلة. القرآن يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لأن أولا أنت تنسب، يعني لو صار حمل لا سمح الله، ربما يقول لا بس لأن هذا الحمل زوجك الأساسي، أولا ينسب ابنا ليس لأبيه، ولو ثانيا لربما يرث إنسانا ليس أباه، ثالثا ربما يكون هذا ينظر إلى أعراض نساء لا تحل لا، فإذا كم فيها من المصائب ومن المشاكل. إذا
القرآن يقول إلا أن يأتينا بفاحشة وبين. نعم إذا أتت بالفاحشة فيجوز له أن يضيق عليها، أن يحبسها حتى تفتدي نفسها، وحتى وإن ربح مقدارا من المال، لأنها هي التي خانت البيت الزوجي. فإذا القرآن يستثني إما أن يأتينا بفاحشة مبينة، رغم ذلك إلا أنه لا يجب الطلاق في هذه المسألة. الطلاق ليس هو واجبا، لكن من الناحية النفسية الإنسان يصعب عليه أن يرى مثلا امرأة قد خانته فيواصل طريقه، فمن الناحية النفسية يصعب، لكن من الناحية الشرعية لا يجب. ولهذا القرآن يقول وعاشروهن بالمعروف، دع عنك الحب والمودة والعشق جانبا، وتتعامل معها بالمعروف، وهي أيضا تتعامل معه بالمعروف، وأن يعطي أنفسهما فرصة. يمكن الأوضاع تتغير تتبدل، فلهذا يقول وعاشرهن بالمعروف. والمقصود بالمعروف، المعروف كل ما تعارف عليه الشرع، ليس له تحديد في الشرع، كل ما هو متعارف عليه ليس له تحديد في الشرع. المعروف بحسب الزمان، حسب المكان. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، يعني يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى البغضاء والعداوة، يكون البيت لا يطاق، حياة جحيم، حياة لا تطاق. القرآن يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمكن هذا، شوف لاحظ لما ينص على حياة فيها كره وعدم تلاؤم وانسجام، إلا أنه يقول يرجح الصبر والتحمل، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما هو هذا الخير الكثير؟ ورد أن المقصود به الذرية، يعني يمكن يوشك أن يكون هنالك ولد، هذا الولد من شأنه أن يعزز العلاقة. فلهذا يقولوا عسى أن تكرهوهن وإلى الله في خيرا وكثيرا، لأن الولد من شأنه أن يعزز العلاقة بين الزوجين، فلا يستعجل في مسألة الطلاق، يحتاج إلى صبر وتحمل. والصبر على أنواع، ولهذا ينقل عن عمران بن حطان هذا الرجل الخارجي معروف عنه، كان يقول يخاطب عبد الرحمن بن ملجم بن مراد، يقول يا ضربة من تقي ما أراد إلا ليبلغ يوم الحشر أثمانا. لا، هذا معروف أن عمران بن حطان رجل كدميم الوجه، أيضا عنده سلبيات كثيرة. هذا تزوج بامرأة من فضيات النساء، فليس لا يستحقها، لكن في نفس الوقت كان شاكرا، كان بارا بها. فذات يوم قالت له يوشك أن يدخلنا الله أنا وأنت الجنة. قال كيف؟ قال أما أنا فلصبري، يعني صابر عليك بكل سلبياتك، وأما أنت ولشكرك. وإن كان هذا حمران لا جنة
كيف يدخل الجنة وهو يقول يا ضربة من تقيل، بل يا ضربة من شقي، ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر نيران. المهم على كل، فالقضية تحتاج إلى صبر وإلى تحمل، وأن لا يستعجل في مسألة الطلاق. والسؤال الذي هو يطرح نفسه، ما هي أسباب الطلاق؟ ترى الطلاق في المجتمع يعني ليست مسألة منحصرة في المجتمع، وإنما هي مسألة شائعة في جميع المجتمعات، حتى في دول أوروبا التي فيها أقدح وأفجر. لكن ما هي هذه الأسباب التي تؤدي إلى عدم سعادة الأسرة وإلى هدم الأسرة؟ أول من بين هذه الأسباب هو عبارة عن عدم الوعي والثقافة الإنسانية بين الطرفين. ربما هذا الزوج يتعامل مع المرأة كأنها متاع في البيت، بينما القرآن الكريم يحكم على المرأة والرجل سواء. ماذا يقول؟ يقول القرآن يقول ومن عمل صالحا من ذكر أنثى، على حد سواء. لكن أحيانا الإنسان يتعامل مع زوجته كأنها متاع في البيت، وهذا من أسباب الطلاق. يعني لا هي تفهم مسؤوليتها ولا هو يفهم مسؤوليته. ولهذا ينبغي على الرجل إذا دخل إلى البيت يدخل مبتسم، والمرأة كذلك. إذا من بات وزوجها عليها غضبان، فتلك المرأة التي تنعلها ملائكة السماء. طبعا إذا غضب عليها على شيء يستحق، أما إذا شيء لأتفه الأسباب. إذن عدم الوعي والثقافة الإنسانية بين الطرفين. ثانيا مسألة الغضب، يعني نتيجة الغضب الطارئ، كثير من الناس يغضب ويستسهل مسألة الطلاق لأتفه الأسباب. أنت طالب، ولهذا الشارع تشدد في مثل هذه الناحية، أنه وضع إجراءات مشددة، من بينها شهادة عادلين. لابد من شهادة عادلين، وبعض الفقهاء يقول لابد أن تكون الشهادة واقعية وليس علمية. يعني أنا طبعا بعض الفقهاء وليس كلهم، يعني أنا حسب علمي أن هؤلاء عدول، ثم تبين واقعا أنهم فساق. يقول الطلاق يبطل من الأصل، لأن الشهادة لابد أن تكون واقعية وليست علمية، ولكن هذا ليس هو المشهور. ثانيا أن لا يطلقها في طهر، يعني لابد أن لا يقع في طهر حتى لا يكون يطلقها فيه طهرة في هذا الطهر قد أتى، لا، أنها يأخذ تصيبها الحيض. ثم إذا طهرت، نعم، لو قال لإنسان مثلا لزوجتي أنت طالق وهي ما زالت في طهر لم تحل، فهذا الطلاق لا يقع، لا يقع، الطلاق يكون باطلا. بعد أن يكون قاصدا، أحيانا الإنسان يغضب يأتفه الأسباب زي الاتطالة. ولهذا المتيم الأفريقي، هذا الرجل معروف عنه أنه كان لا يصلي، فكانت تحثه زوجته على الصلاة مرة مرتين ثلاث، فغضب منها فطلقها. شو بأتفه الأسباب؟ ها،
حتى قال تلوم على ترك الصلاة حليلتي، فقلت اعزبي عني فإنك طالق. لماذا أصلي؟ أين حالي ومنزلي؟ وأين خيولي والحلي والمناطق؟ يقول حتى أصلي لابد يكون عندي أموال. فلا عجبا أن كان نوح مصليا، فإن له قصر تدين الخلائق. سيدة محل الشاهد تلوم على ترك الصلاة حليلتي، فقلت اعزبي عني فإنك طارق. ولهذا الشارع يتشدد في هذا الجانب ويحتاج على احتياط، يجعل مثل هذا الطلاق طلاق رجعي، يعني يجوز للزوج أن يراجع زوجته قبل أن تنتهي. لو واحد قال لزوجتي أنت ضال وقاصر، يقدر يراجعها حتى في نفس الوقت، يرجع عنها كلمة. لو مثلا طلقها مثلا سواء قبل أسبوع، طلاق رجعي يحتاج لي، ما يحتاج بعد عقد جديد، يقدر يراجعها. فلهذا جعل احتياطا، جعل مثل هذا الطلاق طلاقا ورجع. نعم إذا خرط المدة طلع خلاص انتهت المدة، فلا يصح إلا بحق جديد. قسم من الناس هكذا يقول لك أنا بلدة طيبة ورب وغفور، أنا أتزوج مني وأطلق مني. ولهذا أيضا الفرزدق، الفرزدق هذا الرجل معروف عنه كان عنده زوجة تسمى النوار، وكان متضايقا منها، فأنشأ يقول لقد كنت مشتاقا إلى موت زوجتي. يعني يصل الإنسان إلى هذا الحال، لقد كنت مشتاقا إلى موت زوجتي، ولكن رفيق السوء باق معمر، فليتها صارت إلى القبر عاجلا، وعذبها فيه نكير ومنكر. شوف يعني شوف قصد بالإنسان إلى هذه الحالة، فطلقها فندم، فأنشأ يقول ندمت ندامة كسعي مني، لما غدت مطلقة النوار، فكانت جنتي وخرجت منها كآدم حين لج به القرار. الآن تندم، فقال وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به القرار. فإذا المشاكل كثيرة، يعني مجرد عدم التفاهم مع الزوج يؤدي إلى الطلاق. ولهذا يعني تجد لما تجد سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع زوجاتهم، اقرأ يعني سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول والله ما أكرهتها، يعني يقصد الزوجة، ولا أغضبتها ولا أغضبتني. وشو أزواج أمير المؤمنين وأزواج الحسين وأزواج الإمام الحسن سلام الله، الحسن هذا الذي يقولون عنه مختار تزوج 300، هذا كلام مخرفين. كيف الزواج 300؟ هو الذي والإنسان ما يجوز أن يجمع إلا بأربع حرائر، أكثر من أربع حرائر. نعم الإمام يجوز أكثر، والإمام المذكور عنه أنه سبع، أربع يساوي 3 حرائر وثلاث وإمام ملك ويمين. وإلا هل العمر الذي استوعبه الحسن كم عاش بعد أبيه؟
10 سنوات انتفاد عمر 300 زوجة. وده وين أولاده إذا أنا 300 زوجة؟ أين أولاده؟ الإمام الحسن كم له من الأولاد؟ ولده الأكبر يسمى زين، والد الذي كانت من ذرية الإمام الحسن، وهذا ما حضر واقعة الطبع، ربما ما هي الأسباب على كل لم يحضر واقعة الطبع. هذا في أكثر ذرية الإمام الحسن. الولد الثاني وهو عبد الله المثنى، عفوا الحسن المثنى، هذا حضر عمره يوم الطف 22 سنة. هذا تزوج فاطمة بنت الحسين وولد 5 أولاد. الحسن المثنى هذا شارك في يوم الطف فأصيب بجرح، فتخيلت الأحداث بأنه قتل، فلهذا في يوم العاشر من المحرم جاء إليه أخواله الفزاريين، لأنه أمه من بني فزارة، وأخذوه وعالجوه، لم يستشف في كربلاء، إنما أصابه جرح، وأيضا ذرية الإمام الحسن من هذا الرجل. الحسن المثنى بعد وأحمد، أحمد هذا عمره 16 سنة، هذا أيضا قاتل مع عمه الحسين فاستشهد في كربلاء. بعد عبد الله الأكبر هذا أيضا قاتل واستشهد، وعبد الله الأصغر هذا الذي لما رأى الحسين سقط على بلغاء كربلاء جاء إليه فأقبلت إليه زينب فمسكته لكنه أفلت منها، فجاء إلى الحسين وكان بحر بن أبجر يريد أن يضرب الحسين السيف، فقال أتضرب عمي يا ابن الخبيث؟ فغضب ذلك الرجل ووجه الضرب نحو عبد الله بن الحسن فقطع يمين، قال يا عماه لقد قطعوا يمين، فقال له بني عليك بالصبر فإن الله سيلحقك بآبائك الصابرين بآبائك الصالحين. بينما هو كذلك وإذا بحرمل ابن كاهن لعنة الله عليه يصيبه بسهم فيذبحه. والقاسم صاحب هذه الليلة، القاسم قد واحد يقول القاسم عنده أخوة خلص، لا يبدو أنه رملة، طبعا رملة هذه جارية تزوجها الإمام الحسن وأنجبت له القاسم، والقاسم جمع صفات الحسن، مهذب الخلق والأخلاق، إن تره حسبته ملكا في صورة بشري، مخضر شاربه ما اخضر عارضه ما شب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. هذا جمع صفات الإمام الحسن سلام الله عليه، ولهذا إذا أرادوا أن ينظروا إلى الحسن نظروا إلى القاسم. كم عمر القاسم يوم الطف؟ 13 سنة تقريبا يوم الطف، ولهذا في مثل يوم العاشر من المحرم لما تقدم أنصار الحسين فقتل من قتل واستشهد من استشهد، أقبل القاسم سلام الله عليه إلى عمه الحسين قال يا عم ائذن لي بالبراز، عز على الحسين أن يأذن له، قال أنت العلامة من أخي الحسن، أرجع إلى أمك لتتسلى بك. رجع القاسم إلى الخيمة وضع رأسه بين ركبتيه حزينا يتذكر
تلك الآلام، فتذكر أن أباه الحسن قد ربط له عودة في عبديه، وقال له: بني قاسم، إذا أحسست بهم وحزن فافتح هذه العودة واعمل بما جاء فيها. فتح العودة وإذا فيها: بني قاسم، إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر بنصرته ما استطعت، وإن منعك فعاود. أقبل بتلك العودة إلى عمه الحسين، قال: عم يا حسين اقرأ. فنظر الحسين إلى تلك العودة، إلى خط أخيه الحسن، فسالت دموعه على عينه. آه يا حسين عمي يا شفية، يا مدلل الزهرة الزكية، أبويا الحسن أوصى علي، إلى زينب، قال: أخي زينب، علي بالصندوق الذي فيه ثياب الحسن، عمامة الحسن، قباء الحسن. جاءت إليه بذلك الصندوق، أخرج ثيابا للحسن، ألبسها القاسم على هيئة الكفن. الله أكبر. الشعر ماذا يقول؟ يقول: خضابه النبل والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر. إن كان القاسم قد تزوج، فماذا زواجه؟ زواجه خضاب دم نحره بعد، والنبل هو نثاره. وأما الذين زفوا فهم أولئك الأعداء الذين احتوشوه من كل جانب ومكان. فلما رأينا النساء القاسم على تلك الحالة صرخنا: وحسنا. صاح الحسين: يا زينب، يا أم كلثوم، يا عاتكة، يا فلانة، هلمنا وودعنا القاسم. فأقبلت إليه النساء: هذه تضمه وهذه تشمه وتلك تقبله وتلك تنادي: ارحم غربتنا. آخ آخ، لزمة ترجع بسكينة وعمتها بحلقة شمة، ومن الخيم مدوشة طلعت تنادي: أمه يا بني يا جاسم، هالوقت عزمك لعمك ضمه، اليوم أنا داخرتك بالك تخيب ظنوني. يا والدة تدعيلي رايح أنا، يا والدة من غير ما تقولي، وانتي وعمتي زينب وقت الحرب شنخوني. أوصيش يما وصية، سمعي لفظ جوابي. اللاتي فقدن أولادهن وهن في عمر الزهور، آخ أوصيش يما وصية، سمعي لفظ جوابي. شبان لو شفتي يوم ذكري يما شبابي، محروم من شم الهوى من دول كل أصحابي. ودع القاسم النساء
مالك بن مسلم فخرج علينا من خيم النساء غلام كأنه فرقة قمر حمل على الأعداء وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن غير مكترث بتلك الجموع فبين يقول حميد بن مسلم وإذا بي أثير بن سعيد الأزدي وهو يقول والله لئن مر به هذا الغلام لأذكرن به عمه الحسين فقلت يكفيك هؤلاء الذين احتوشوا فقال والله لأفعلن عظم الله لكم الأجر أحسن الله لكم العزاء فبينما القاسم كذلك وإذا بعدو الله رفع السيف فضرب به القاسم على قصير يقول فتأملت وإذا بي منحني الله جاب إلى مخيم الشهداء آخ جاب ومدد ما بين خوته بجعدهم يا ويلي أهم موته يا ويلي من سمعت No!
عند الشباك. قومي يا سكنة ودعي شمعة الشباك وشقي على العريس جيبك يا زكية. نادى بضعيف الصوت حل الدرع حني يا والده وتالك ثريت توديع العطش تدرون ما ضل جلد لي وهوت على مهجد قلبها وهي تنادي واما الشهيد حسين دوم توفى مفجوع من ذبحة اخوتي فقدت اولادي هذه العساكر حايطة يا الولد بي ان يبكي عمه حزنا لمصرعي فما بكى قمر الا على قمري يا ساعد الله قلب الصمت ينظر ملقا ولم يبلغ العشرين بالعمر قد غال خسف الفدا بدر الهدى فهوى فلا نجوم السماء من بعد انتثري قد غال مفرقه الاسد بضربتي فخر لكن بخد منه منعفر أما يجيب المضطر إلى الله أما يجيب المضطر إلى الله عيش السوء أما يجيب إلهي نسألك بحق القاسم ابن الإمام الحسن صاحب القبر الذهبي اللهم بحق الدماء السائلات بين يدي الحسين اللهم فرج عن شعب البحرين وعن جميع المعتقلين فك قيدهم خلصهم من سجون الظالمين ارجعهم الى اهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين شاف المرضى يا الله شاف المسلمين وكل من سألنا الدعاء قلنا عليهم بالشفاء العاجل ألبسهم ثوب الصحة والعافية اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين واحفظ زوار الحسين واحفظ جميع الأضرحة في كل مكان اللهم وانتقم من النواصب والتكفيريين اللهم طهر الأرض من أعداء آل بيت محمد اللهم أبدهم عن جديد الأرض السيد علي سيد يوسف اللهم ارجعوا إلى أهل ارجعوا إلى بلد مع الحاضرين المؤسسين لهذا الاجتماع خذهم في أقرب السنوات والمتحدثين والفاتحة